شباب حصلت واحد بذبحه بيكم. بس قبل لا تذبحني اسمع قصتي من الاول للاخر. قول. احنا كنا اربع اشخاص نزلنا من الطياره مع بعض، اثنين منهم اوف لاين وانا اتبع واحد فيهم. وصلنا الارض هني وكان وياي بس واحد، من وصلنا الارض طق في راسه فنقش. تميت احوطني بروحي، ما حصلت حد، حصلت بس سكوب 6. قبل لا تذبحني خذ السكوب حقك وذبحني بابا قبل اللعبه ان شاء الله. لا لا خلاص انا هني ربعي في البيت هذا جالسين يلوتوا، انت خذ سلاحي ولا بصير عنده يركب عليه سكوب 6 ولا ما يركب. يركب اوكي خلاص ربعك اوكي بنيكم ان شاء الله. يلعن ام تمثيلك يا شيخ انا دمعت. عفا عليك لعبتي. ربع في البيوت اللي هناك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أرباب ما مشكل شيء الواحد سيلفي؟ إيه تعال حياك. ما يريد أنت سيارة مال أنت. سيارة مال زيادة هلو. شوف كيف لون أبيض يمسك مني كله مزبوط. خذ 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 خيست الموتر حسبي الله عليك. خليش الواحد سيلفي. روح يا عمي روح روح روح. واحد سنة يجي. شيل واحد سنة بعد واحد سنة شيل. أنا يجي أنا يجي. ريت خلاص يا تعال تعال شيل سيلفي تعال شيل سيلفي ريبا شو سوي بقى شو هذا ضربوني منو اللي ضربك عشان اكسر راسه يعني يا ولدي الله يهداك تساير الضارب لي هاي المشكلجية يلا ما علي بحط لك ان شاء الله هني ثلج وراح تخف ان شاء الله بعدين هاي انا مستحيل اقدر عليهم مستحيل المستحيل ملوش عند عنوان ملوش عندي عنوان انتوا ليش ضاربين ولدي ها؟ من اول قلم وقع على الارض مين ده؟ ها ابوي خلاص ما تزعلش هجيب لك بابا تاني